السلام عليكم، شلونكم شباب؟ اليوم عندنا محاضرة ثالثة من الفيزيولوجي اوف ذا بلاد. اخذنا بالمحاضرة راحت شنو وظائف الخلايا الدم البيض وشون تساعدنا بحماية الجسم من مختلف الانفكشيوس ايجنتس اللي سميناها، اللي هي الكائنات المعدية اللي تسوي الامراض المعدية مثل البكتيريا الفيروسز وغيرها، وعرفنا عملية الفاغوسايتوسيس وبعض الوظائف المهمة اللي تأديها الوايت بي سي خلايا الدم البيض حتى تحمي الجسم من الأمراض المعدية المختلفة ومن أي فورن ماتيريال أو فورن بادي، من أي جسم غريب يدخل الجسم. هذا مخطط يشرح لنا شنو المناعة، شنو أنواع المناعة اللي هو الجزء الثاني من شلون الجسم يقاوم عملية العدوى. بعد ما حكينا على الوايت بي سي هسه عندنا الاميونيتي اللي هي المناعة. الاميونيتي تنقسم الى جزئين، الجزء الاول اللي نسميه الانيت او انبورن، اللي هي هذه تكون موجودة بالشخص او بالطفل من الولادة وتتحدد حسب العوامل الوراثية، يعني تعتمد على الوراثة وتكون ثابتة من اول ما ينولد لحد ما يستمر بحياته كلها، نسميها الـ innate أو inborn immunity. innate immunity determined by، حسب ما قلنا تعتمد على genetic factors. زين، بما أنه أكو innate أو inborn ولادية فمعناها أكو مكتسبة اللي هي acquired immunity. زين، الـ acquired immunity بيها نوعين، واحدة نسميها active وواحدة نسميها passive. active وpassive، على شنو اعتمدنا بتسميتنا للأكتيف والباسيف؟ نعتمد على طبيعة الانتيباديز اللي تصير بهاي النوع من الاميونيتي. اذا كانت الانتيباديز اللي تتكون يكونها الجسم نفسه، جسم الشخص نفسه يكونها، نسميها active acquired immunity. مثلا انا تعرضت لفد infectious bacteria وجسمي سوى انتيباديز، هذا النوع من الاميونيتي نسميه active acquired لان جسمي هو سوى الانتيباديز. النوع الثاني الباسيف اللي هو انتيباديز يستلمها الجسم متكونة بمكان اخر، يستلم الانتيباديز جاهزة ما يسويها، يعني هاي الانتيباديز راح تشتغل على البكتيريا او راح تشتغل على الفيروس بس هي جاية من مكان اخر، مو الجسم نفسه مسويها. الاكتيف ايضا تنقسم الى قسمين، ناتشورال وارتفيشال. الناتشورال طبيعيه، فاذا منطقيا يعني اذا قلنا شلون الجسم طبيعيا يسوي انتيباديز لما الجسم يتعرض بنفسه للانفكشيوس ايجنت. انا صارت عندي مثلا انفلونزا، راح تصير انتيباديز ضد الفيروس مال الانفلونزا، وهاي الانتيباديز صارت طبيعيا بعد ما تعرضت للانفكشيوس ايجنت اني. فشنو نوع الاميونيتي هنا راح يكون؟ راح يكون natural active acquired immunity، لان انا تعرضت جسمي نفسه سوى انتيباديز فمعناها natural، انا تعرضت الجسم نفسه سوى انتيباديز هاي active و acquired لان مكتسبة ما كانت موجودة قبل. النوع الثاني من الاكتيف اللي هو artificial او الصناعية، او اللي شنو هذه تكون بالimmunization التلقيح. هسه يجوز هواي منكم اخذوا لقاح فيروس كورونا، فهذا انت ما تعرضت للانفكشيوس ايجنت نفسه بس انطوك لقاح، هذا اللقاح شو راح يسوي؟ راح يحفز الجسم حتى يسوي انتيباديز ضد هذا الفيروس بدون ما انت تتعرض له. فهذا شنو صار النوع؟ ارتفيشال، لان احنا انطينا، يعني احنا انطينا الماده للجسم حتى يسوي الانتيباديز بشكل مقصود ما تعرض لها، واكتيف لان الجسم نفسه راح يسوي الانتيباديز. فالتلقيح، عملية التلقيح هي artificial active acquired immunity. الجزء الثاني من الاميونيتي هو الباسيف، الاكوايرد اميونيتي هو الباسيف، الريدي ميد انتيباديز اللي هي متكونة بمكان اخر وتنقل للجسم مباشرة. ايضا بها نوعين اللي هما نفس النوعين مال الاكتيف، natural وartificial. زين، احنا عندنا الباسيف ياخذ الانتيباديز من مكان ثاني، فاذا قلنا الناتشورال
منين راح تجي؟ شنو المكان الطبيعي اللي ممكن تجي منه انتي باديز بشكل طبيعي لكل البشر؟ اكيد هو من الام. وعمليه نقل الانتي باديز من الام شلون تكون؟ اما عن طريق خلال الحمل يعني والولاده، عن طريق الحبل السري، عن طريق البلاسانتا وغيرها، راح ينتقل انتي باديز للطفل من الام. فهنا هاي العمليه تصير طبيعيا وتصير بكل الاشخاص وكل الاطفال، فهذه نسميها ناتشرال، طبيعيه. الانتي باديز ما كونها الجسم، جت من الام، الام كونتها وطتها للطفل، فهذه باسيف. فصارت الانتي باديز اللي تجي من الام للطفل ناتشرال باسيف اكوايرد اميونيتي. والنوع الاخر اللي هو الارتفيشال. ارتفيشال هو معناها ننطي انتي باديز احنا، شلون كان شلون لما ننطي لقاح، لا بس هنا ما ننطي لقاح، ننطي انتي باديز جاهزه. فمثلا يعني شخص صار عنده فد التهاب، فد عدوى معينه، وجسمه ما سوى مناعه كافيه، ما سوى انتي باديز كافيه حتى تقاوم العدوى. نجي احنا نعطي انتي باديز مصنوعه جاهزه مباشره الى هذا الشخص حتى تساعده بمقاومه هاي العدوى. هاي نسميها artificial passive acquired immunity. هذا المخطط كلش مهم وهاي تجي عليه اسئله، ولازم تفهموه بصوره زينه وتحفظوه. جسم الانسان عنده قابليه انه يقاوم عدد كبير من البكتيريا، من يعني المايكرو اورجانيزمز، الكائنات الصغيره، وعدد كبير من التوكسينز، المواد السامه اللي تضر الجسم، اللي ممكن اذا عبرت او اذا تكاثرت بصوره غير مسيطر عليها راح تسوي لنا دامج بالتشوز والاورجانز، بالانسجه المختلفه والاعضاء المختلفه. هاي القابليه مال الجسم هي تعريف الاميونيتي، هي تعريف المناعة. قلنا احنا انه كمية من المناعة، جزء من المناعة اللي سميناه الانيت اميونيتي، تتكون هي خلال يعني تكون الشخص، تكون الطفل، فهي ثابتة من الولادة موجودة. بس جزء كبير من المناعة ما يتكون حتى يتعرض الشخص الى الانفكشيوس ايجنت او الى التوكسين، كان يكون بكتيريا، فيروس او غيرها. فشنو much of the immunity is acquired immunity، هاي المكتسبة، that does not develop until after the body is first attacked، يعني ما تتكون حتى الجسم يتهاجم بواسطة البكتيريا، الفيروس او التوكسين او غيرها. عادة ايش قد يحتاج الجسم حتى يكون مناعة لفد جسم غريب دخل للجسم، بكتيريا، فيروس، توكسين، طفيلي، ايا كان؟ هذا تكون بين الاسابيع والاشهر، اسابيع واشهر. مثال عليها يعني الاكوايرد اميونيتي، شخص اذا لا سمح الله انصاب بفيروس كورونا راح يكون تقريبا لمدة معينة انه عنده اجسام مضادة بجسمه تقاوم الفيروس اذا اجى مرة ثانية. فهذا هو صار عنده acquired immunity، مناعة مكتسبة ضد هذا الفيروس، شو وقت بعد ما تعرض للفيروس. فشنو نوع هسه بهاي الحالة، شنو نوع الاميونيتي؟ راح يكون اكيد natural active acquired immunity. الجزء الاخر اللي ذكرته بالبداية اللي هو يعني الانيت اميونيتي اللي تجي من الجينز، جينيتك فاكتورز. شنو متكونه؟ متكونه من جنرال بروسيسز، يعني اشياء عامه بدل ما تكون اشياء مختصه بفيروس واحد او بكتيريا واحده، ما يعني غير موجهه الى فد بكتيريا واحده او فد كائن واحد او هكذا، انما اشياء عامه تحمي الجسم من كل الانواع مال مايكرو اورجانيزمز. هذا هو اللي نسميه الانيت اميونيتي. مثل ايش تشمل هاي الانيت اميونيتي؟ تشمل عمليه الفاجوسايتوسيس اللي اخذناها بالمحاضره راحت، اللي تشمل فاجوسايتوسيس اوف بكتيريا او اي اذر انفيدر او اي اذر مايكرو اورجانيزمز. منو جاي يسوي لنا الفاجوسايتوسيس؟ الوايت بي سي، وايت بلاد سيلز، والسيلز اوف تيشو مايكروفاج سيستم، يعني المايكروفاجز، خلايا البلعمية.
هذا اول جزء من الانيت اميونيتي الفاجوسايتوسس اللي اخذناه بالمحاضره راحت. مثال اخر او جزء اخر من الانيت اميونيتي هو عمليه الدستركشن اوف سوالود اورجانيزمز باي ذا اسيد سكريشنز اوف ذا ستومك. هي عمليه اللي يتم بها تحطيم اي يعني اي طفيليات اي بكتيريا اي فيروسز تدخل عن طريق الفم، يعني مثلا فد اكل ملوث فد بكتيريا من تدخل عن طريق الفم راح توصل للمعدة فتتدمر او تتحلل هاي البكتيريا بواسطة شنو؟ بواسطة الحامض اللي ينفرز بالمعدة. وايضا يساعد هذا الدايجستيف انزيمز الانزيمات الهضمية اللي تهضم الغذاء ايضا ممكن تأثر على بعض انواع المايكرو اورجانيزمز. المثال الثالث resistance of the skin to invasion by organisms. الجلد هو كلش مهم، الجلد هو كلش عضو مهم بحماية الجسم من المايكرو اورجانيزمز المختلفة. فلذلك اي جرح او اي انتربشن او اي فتش يعني اي مكان ما بي جلد راح يكون معرض للعدوى، لان الجلد هو عضو مهم بحماية الجسم يمنع دخول اي مايكرو اورجانيزمز الى داخل الجسم. المثال الاخر اللي هو physiological and cellular barriers اللي هي حواجز خلوية او فيزيولوجية تمنع انتقال البكتيريا او الفيروس من مكان الى اخر. مثال عليها اكو فد حاجز نسميه the blood brain barrier، هذا موجود بالأوعية الدموية مال الدماغ يمنع دخول بعض المواد إلى الدم اللي يدخل للدماغ أو يصير تبادل المواد هناك. هذا جزء ومثال أمثلة على الـ innate immunity، وعندنا أمثلة أو جزء كبير آخر تدخل ضمن الـ innate immunity أو الـ inborn immunity. هذه الصورة أو المخطط يوضح لنا أنواع الإميونيتي. عندنا anatomical and physiological barriers مثل الـ intact skin، الـ ciliary clearance اللي هي يعني لما يصير يتجمع إفرازات بالقصبات الهوائية أكو فت سيليا تحركها وتطرحها إلى يعني خارج القصبات الهوائية حتى تبقى القصبات مفتوحة، الـ acidity مال الستومك اللي حكينا عليها، واللايزوزايمز بالتيرز والسلايفا بالدموع وباللعاب. هذه الاناتوميكال فيزيولوجيكال باريرز تتبع ايضا للانيت اميونيتي. الشيء الثاني اللي يتبع للانيت اميونيتي قلنا هنا الوايت بلاد سيلز اللي تسوينا الفاجوسايتوسس، مايكرو النيوتروفيلز يوزينوفيلز وايضا المايكروفيلز. بالنسبه للادابتيف اميونيتي المكتسبه، الادابتيف طبعا هي نفسها الاكوايرد، فتشمل عملية انه يكون اكو فد تفاعل معين باتجاه هذه البكتيريا او الفيروس، ف يعني specific reaction. فمثل السيلز تكون محددة تي سيلز وبي سيلز او انتيبوديز محددة الواحد من هاي البكتيريا او الفيروسز. نحكي هسه على الاكوايرد ادابتيف اميونيتي. الادابتيف اميونيتي عاده تكون باورفول اند سبيسيفيك. الجسم بالاضافه للانيت اميونيتي عنده قدره انه يسوي ادابتيف اميونيتي اللي هي عاده باورفول اند سبيسيفيك. هي ما دام ما تكون مختصه ومحدده بنوع واحد فاكيد راح تكون باورفول قويه. وسبيسيفيك بمعنى انه هاي الاميونيتي هاي المناعة محددة او مختصة بنوع واحد من البكتيريا او الفيروسز او اي توكسين او اي مايكرو اورجانيزم اخر. فامثلة على الاشياء اللي هسه ذكرتها اشياء تسوين سبيسيفيك اميونيتي هي ليثال بكتيريا، بكتيريا الخطيرة او القاتلة، الفيروسز بانواعها، التوكسينز المواد السامة، وحتى اذا اكو فورين تيشوز، اذا اكو فد أنسجة غريبة بالجسم يعني أنسجة ما تابعة للجسم أيضا ممكن يصير ضدها يعني immune reaction تفاعل مناعي.
هذه نسميها الاكوايرد او الادابتيف اميونيتي. الادابتيف اميونيتي تتكون من سبيشال اميون سيستم، فد جهاز مناعي متمايز اللي يسوي لنا انتيبوديز، يسوي لنا اجسام مضاده، يسوي لنا اجسام مضاده. فمن نسمع الاجسام المضاده نعرف انه هذا تابعه للاكوايرد اميونيتي، او تسوي لنا اكتيفيتد لينفوسايت، والليمفوسايت ايضا تابعه للاكوايرد اميونيتي، ما عدا وحده نسميها ناتشرال كيلر سيل ايضا تعتبر على الليمفوسايت، بس هذا تابعه للانيت اميونيتي. بس ايش عندنا؟ الانتي بوديز والاكتيفيتد ليمفوسايت هذه تعتبر تابعه للاكوايرد او ادابتيف اميونيتي. هذول الاثنين الانتي بوديز والليمفوسايت يهجمون ويدمرون الانفيدنج اورجانيزمز اي ان كان، ويشتغلون يعني بشكل متوازي بحيث يقضون على هذا المايكرو اورجانيزمز ويقضون على العدوى بالجسم. يقول الاكوايرد اميونيتي ممكن مرات تسوي اكستريم بروتكشن، حمايه يعني جدا تكون فعاله وقويه. مثال على ذلك بعض المواد السامة نسميها توكسينز، مثل منو باراليتيك بوتولينيوم توكسين اللي هو فد توكسين يجي من فد بكتيريا نسميه البوتولينيوم توكسين اللي هو نفسه يستخدم بالبوتوكس، او التيتانايزينج توكسين اوف ذا تيتانس. تيتانس هو القزاز، ده القزاز، والتوكسين اللي يسوي لنا هذا القزاز مرض القزاز هو التيتانايزينج توكسين. هاي يعني بالاكوايرد اميونيتي ممكن نسوي مناعة تتحمل الحد 100,000، يعني 100,000 مرة اكثر من الجرعة اللي تكون مميتة بدون ماكو مناعة. شنو يعني هذا الحكي؟ يعني بالأكوايرد إميونيتي ممكن أسوي مناعة ضد هذه التوكسينز تكون تتحمل 100 مرة أكثر من الجرعة اللي تكون مميتة بالنسبة للشخص اللي ما عنده مناعة. شلون يعني؟ يعني مثلا انطيت شخص لقاح مال القزاز وشخص ما انطيته، فرضا الشخص اللي ما انطيته كان الجرعة اللي يحتاج يعني اللي ممكن تكون قاتلة بالنسبة له هي 1، بينما الشخص اللي يتلقح وبعد ما تكونت عنده acquired أو adaptive immunity ممكن يتحمل جرعة من هذا التوكسين من هذا السم إلى 100,000 مرة أكثر من ذاك. إذا كان هو 1 في يعني 100,000 وما يموت، مو مثل ذاك. ليش؟ لأن يعني عنده acquired immunity. فهذا معناها انه ممكن يسوي لنا اكستريم بروتكشن، يعني حمايه كلش فعاله وقويه. لذلك وبهذا السبب صارت عمليه الاميونايزيشن، عمليه التلقيح، اللي هي فشي كلش مهم حتى تحمي الانسان من مختلف البكتيريا والفيروسز والتوكسينز. الطريقه الثانيه عندنا الريسبتيشن الترسب. بهالحاله عندنا فد توكسين، فد مجسم مضر التوكسين مثل تيتانوس توكسين، يكون هو سوليبل ذائب. فايش راح يصير؟ راح يرتبط بانتيبادي يسوي لنا كومبلكس معقد. هذا الكومبلكس يعني راح يرتبط بعدة توكسينز، يعني انتيبادي راح يرتبط بعدة توكسينز وبعدة انتيباديز اخرى. نفس الفكرة مع الاجلوتينيشن، بس هنا يشتغل على التوكسينز. فلما راح يرتبط الانتيبادي بعدة توكسينز ويسوينا كتلة كبيرة راح تكون انسوليبل غير ذائبة وراح تترسب. فهذه هي طريقة البريسيبتيشن الترسيب. شوف هنا نفس الفكرة تقريبا مع الاجلوتينيشن، بس هنا مو مرتبطة بالانفيدر كله بالبكتيريا او الفيروس، لا مرتبطة بانتيجين واحد اللي هو التوكسين مثل التيتانوس توكسين البوتيلونيوم توكسين. راح يسوي لنا فد كومبلكس معقد يكون غير ذائب ويترسب. الطريقه الثالثه نيوتراليزيشن المعادله. بهاي الحاله الانتي بودي يجي يغطي الجزء اللي يسوي ضرر، التوكسيك سايت يغطي الجزء اللي يسوي ضرر من الانتيجينيك ايجنت.
مثلا بكتيريا بيها عدة انتيجينز، فعد 10 مثل ما قلنا قبل شوية، بيها 2 منهم هم اللي يسوون ضرر بالخلية. يجي الانتيبادي يقعد على ذن الاثنين ويخلي البكتيريا غير فعالة، بعد ما تقدر تضر الخلية وما تقدر تتكاثر او ما تقدر تسوي اي شيء. هذا هو النيوتراليزيشن، المعادلة. والطريقة الرابعة هي اللايسيس، التحلل. بهالحالة مجموعة من البوتنت انتيباديز، باللايسيس نحتاج بوتنت انتيبادي، يعني انتيباديز قوية، أجسام مضادة قوية. هذه شو تسوي؟ directly attack the membranes of the cellular agents، بشكل مباشر تهجم على الغشاء الخلوي مال الكائنات الخلوية. يعني مثلا بكتيريا تعتبر كائن خلوي، فتجي هاي البوتنت انتيباديز تقعد عليها وتهجم بشكل مباشر على الغشاء الخلوي مال هاي البكتيريا. فبالنتيجه ايش راح يصير؟ راح يصير رابتشر، تتمزق هاي البكتيريا وتموت. بالدايركت اكشنز اوف انتيباديز عاده نوت سترونج انف تو بلاي ا ميجر رول ان بروتكتنج ذا بودي. عاده هذه الدايركت افكت ما تكون قويه كفايه حتى تحمي الجسم. اكو فد انفيدرز، اكو فد بكتيريا، اكو فد فيروسز تكون قويه، بحيث هاي الإفكتات الأربعة كلها الدايركت ما تكفي حتى تحمي الجسم، تبقى ديش البكتيريا فعالة، يجوز تقلل بس ما تكفي وحدها. هنا يجي منين البروتكشن؟ راح يجينا من جزء أقوى من هذا السيستم اللي هو الكومبليمنت سيستم. الكومبليمنت سيستم most of the protection comes through the amplifying effect، فيسوي تكبير للحماية عن طريق الكومبليمنت سيستم. هاي الصوره شفناها. هذا مثال اخر عن الاجلوتينيشن، شو مثلا كريد بلاد سيلز، يعني اعتبرها بكتيريا، هنا ارتبطت بها انتيباديز وصارت بشكل كلامب، متكونه من عده ريد بلاد سيلز وعده انتيباديز. بعدين ممكن تجي الفاجوسايتس ترتبط بالحافه مال الانتيبادي المرتبط على حافه هاي الكلامب وتسوي لها فاجوسايتوسيس وتقضي عليها. هذا مثال آخر أيضا عن الأجلوتينيشن. نحكي عن الكومبليمنت سيستم اللي قلنا هو يسوي لنا most of the protection لما يكون الحماية بالدايركت باثوي هي مكافية. الكومبليمنت سيستم هو collective term، شنو يوصف؟ يوصف ان فد سيستم، فد نظام متكون من 20 بروتين، many of which مجموعة منها هي enzyme precursors، يعني تتحول إلى انزيمات. هي enzyme precursors يعني بعدها ما متحولة إلى انزيمات، بس لما تتعرض الفد انتجين معين تتحول إلى انزيمات. precursor يعني ما قبل الانزيم. فإيش قد شنو الكومبليمنت سيستم؟ هو سيستم متكون من 20 بروتين، many of which are enzyme precursors. أهم مجموعة من ذن العشرين بروتين هن 11 واحد اللي يؤدون الوظائف المناعية المختلفة. شنو أسماءهم ذول 11؟ اسمهم من C1 إلى C9، C1, C2, C3, C4 وهكذا إلى C9 و B و D، فصاروا 11 بروتين، ذني أهم شيء بالكومبليمنت سيستم. كل ذني الدعش هن present normally بالبلازما، موجودات طبيعيا بالبلازما، يفترن داخل الجسم، وأيضا موجودات بالأماكن اللي يطلع منها البروتين خارج الجهاز الدوران، خارج الكابيلاريز بالأنسجة بالتشو سبيسز. فذني الكومبليمنت سيستم مو مثل الانتيباديز تتكون لما يتعرض الجسم، لا، موجودات بشكل طبيعي بجهاز الدوران وبالش اسمه بالبروتينز اللي تطلع من الكابيلاريز للتشو سبيس، موجودات بشكل طبيعي. بس شنو هذه البريكورسرز؟ هذه الانزيم بريكورسرز ار ان اكتيف، غير فعاله. شلون تصير فعاله؟ تصير فعالة عن طريق فد باثوي، طريق نسميه الكلاسيك باثوي.
هذا تاخذوه بمادة المناعة بالمستقبل إن شاء الله. فالمهم بي إنه راح تكون الأنتيبوديز اللي قاعدة على الأنتيجينز، إحنا مو قلنا أنتيجين يجينا جسم المضاد مع البكتيريا مثلاً يقعد عليه أنتيبودي، يجي الكومبليمنت يقعد على الأنتيبودي هذا ويتفعل. فهذه هي الطريقة اللي يتفعل بها الكومبليمنت ويصير أكتيفيتد، ولما قلنا يصير أكتيفيتد راح يسوي لنا most of the protection، لأن هو يعتبر سيستم نظام قوي للحماية. لحد الآن كل اللي حكينا عنه الأنتيبوديز الدايركت والإنديركت عن طريق الكومبليمنت، كل اللي حكيناه كان هو أكتيف إميونيتي، أكتيف أكوايرد إميونيتي. زين هسه إذا نحكي واللي قلنا نقصد به هو شنو، الجسم نفسه هو اللي يكون الأنتيبوديز أو الأكتيفيتد تي سيلز. إحنا قلنا اتفقنا إنه الأنتيبوديز والأكتيفيتد تي سيلز هنا تابعات للأكوايرد إميونيتي. فبهالحالة اللي حكيناها بالساعة إنه الجسم نفسه هو اللي يسوي الأنتيبوديز والأكتيفيتد تي سيلز in response to which in response to invasion of the body by foreign antigen. لما يدخل foreign antigen للجسم يصير هذا الرياكشن فوق. مع ذلك اكو فشي نسميه temporary immunity اللي هي نفسها الباسيف immunity، ممكن الجسم يحصل immunity مؤقتة، مناعة مؤقتة. شلون هاي؟ بدل ما ننطي للشخص انتيجين او بدل ما يتعرض الانتيجين ياخذ الانتيبادي جاهز، فجسمه نفسه ما راح يسوي انتيباديز ولا راح يسوي activated T cells، انما راح يجي عن طريق this is done by شنو infusion of antibodies and activated T cells or both. يعني نمطيه infusion، نمطيه اياه، احنا نمطيه اياه من مصدر اخر. منين نجيبهن ذين الانتيباديز؟ اما from the blood of someone else، من دم ما شخص اخر، or from other animal. اوكي نجيبهن من الدم ما شخص اخر اللي هو تعرض للانتيجين وسوى جسمه انتيباديز، اخذنا هاي الانتيباديز انطيناها لغير شخص، فانطينا للشخص الثاني انتيباديز جاهزه ما سوى جسمه انتيباديز. فهذا هي الباسيف اميونيتي، او ممكن قلنا ان البلد مال اذر انيمالز اللي اثنيناتهم السمون ايلس والاذر انيمالز هاز بين اكتيفلي اميونايزد، مثل ما قلنا تعرضوا للانتيجين صار عندهم انتيباديز، اخذنا الانتيباديز انطيناها لهذا الشخص الثاني مباشره. هاي ليش سميناها temporary immunity؟ ليش سميناها مؤقتة؟ لأن المناعة أو الأنتيباديز تدوم بين الأسبوعين إلى 3 أسابيع، الأنتيباديز تبقى هاي لما ننقلها أسبوعين إلى 3 أسابيع، خلال هذا الوقت الجسم يكون protected، محمي ضد الانفايدينج ديزيز، ضد البكتيريا أو الفيروسز. هذا بالنسبة للأنتيباديز تبقى أسبوعين إلى 3، أوكي؟ الأكتيفيتد تي سيلز ممكن تبقى عدة أسابيع إذا ما أخذ الهاي التي سيلز من شخص آخر، يعني من بشر، إذا ما أخذ هاي التي سيلز من بشر آخر، بس ممكن تبقى فقط عدة ساعات أو أيام إذا كانت هاي التي لينفوسايت أو تي سيلز جاية من أنيمال، من حيوان. فهذا شنو؟ الأنتيبوديز أسبوعين إلى 3، التي سيلز عدة أسابيع إذا من بشر، أو ساعات إلى عدة أيام إذا من حيوان. هذه الطريقة اللي نسوي بها transfusion of antibodies و T lymphocytes مباشرة للجسم بحيث الجسم ما يسويهن هو بنفسه، نسميها الباسيف immunity. وقلنا بالبداية عندنا نوعين، الناتشورال اللي هي الأنتيبوديز تعبر من الأم للطفل عن طريق شنو؟ عن طريق البلاسنتا أو عن طريق الرضاعة اللاكتيشن، والطريقة الثانية الارتيفيشيال اللي قلنا هي نجيب الأنتيبوديز من بشر آخر أو نجيب الأنتيبوديز من حيوان أو التي سيلز أيضا ونعطيها هذا الشخص حتى نعطيه مناعة مؤقتة. إلى هنا خلصت المحاضرة، إن شاء الله افتهمتوها، وأي سؤال عندكم هاني موجود تقدرون تتفضلون. شكرا جزيلا. الطريقة الأولى هي الأجلوتينيشن، بالعربي ترجمها تطلع التغرية.
وهي بشكل يعني اذا نركز بها انه راح تشتغل انتي بوديز مثل اللاصق او الغرة، راح تربط عدة انتيجينز او تربط عدة انفيدرز اللي هم بكتيريا فيروسز واحدة باللخ. مثلا البكتيريا قلنا بيها 10 انتيجينز، فمثلا خمسة منهم مرتبطة بيها انتي بوديز، بكتيريا ثانية نفس النوع بيها 4 مرتبطة بانتي بوديز. هاي الانتي بوديز راح ترتبط بهاي البكتيريا وبهاي البكتيريا، او انتي بودي يرتبط بانتي بودي، فيسوينا تجمع كبير متكون من مجموعة من هاي البكتيريا ومجموعة من الانتي بوديز نسميها كلومب. هذا التجمع راح يكون اكيد غير فعال، لان يعني البكتيريا ارتبطت صارت يعني شلون صارت بشكل كتلة واحدة ما تشتغل وحدها. بعدين ممكن يجي الجسم عن طريق مجموعة من الليمفوسايت او من الوايت بلاد سيلز ويجي يسوي فاجوسايتوسيس لكل هاي الكلامب ويقضي عليها، يقضي على الانتيبوديز ويقضي على البكتيريا. فهذه اول طريقة اللي هي الاجلوتينيشن. خلينا نشوف صورة عليها. هذه الاجلوتينيشن، نشوف البكتيريا مرتبطة بانتيبودي اللي يربطها بكتيريا ثانية وهكذا، بحيث يسوي لنا كتلة متكونة من مجموعة كبيرة من البكتيريا والأنتي باديز. هسه راح نشوف مخطط عن أنواع الدايركت أكشن أوف ذا أنتي باديز. إحنا قلنا الأنتي باديز بها دايركت أكشن، بها الطريقة الثانية أكتيفيشن أوف ذا كومبلمنت سيستم. زين، شلون يصير هذا الدايركت أكشن؟ بما انه عندنا احنا بايفالنت انتي بوديز يكون يعني متكونه من قلنا جزئيتين لايت وجزئيتين هيفي، والانتيجين ممكن اكون مولتيبل انتيجين سايت، يعني مثلا البكتيريا ما راح يكون بها مكان انتيجين واحد، يعني يكون مثلا عليها فد 10 انتيجينز مولتيبل انتيجينز. لذلك ممكن الانتي بوديز تسوي لها ان اكتيفيشن، تسويها غير فعاله. شلون راح تشتغل هاي الانتيبوديز؟ تشتغل بطريقة واحدة من الأربع طرق التالية. هذه الأربع طرق تعتبر direct effect of the antibodies. الخمس كلاسات مع الانتيبوديز هي اسمها كالتالي: IgM, IgG, IgA, IgD و IgE. ال Ig احنا قلنا بالبداية يرمز لنا إلى الاميونوغلوبيولين، يعني مختصر الاميونوغلوبيولين. الليترز اللي وراها تمثل لنا يعني اختصارات للكلاسز، التقسيمات مع الانتي باديز. هنا راح نحشي على اثنين مهمات انتي باديز مهمات، اللي هما الاي جي جي اللي هو اكثر انتي بادي موجود بالجسم. منو اكثر انتي بادي موجود بالجسم؟ هو الاي جي جي. ايش قد موجود؟ 75% of the antibodies of the normal person. 75% من الانتي باديز ما normal person هو IgG، وهو يكون bivalent متكون من 2 heavy chains و 2 light chains. زين، هذا بالنسبة لل IgG. إذا جاكم سؤال منو أكثر واحد أعلى واحد molecular weight بالأنتيبوديز أو أثقل واحد بالأنتيبوديز، راح نقول ال IgM، هي يعني متكون من 10 heavy و 10 light chains. زين، الجزء الانتيبادي المهم الاخر هو الاي جي اي. اي جي اي هذا يكون سمول بيرسنتج، يعني نسبه قليله من التوتال انتيباديز بالجسم، بس هذا مهم جدا بشغله وبعمليه الالرجي، الحساسيه او التحسس، فلذلك يعتبر انتيبادي مهم. الاي جي ام have attained binding sites that make them exceedingly effective in protecting the body against invaders. يعني إذا الانتيبودي يرتبط بمكان ارتباط واحد، بينما إذا الانتيبودي يرتبط بعشر أماكن بالانتيجين، فأكيد لما يرتبط بعشر أماكن راح يكون الارتباط أقوى. فلذا الاي جي ام بعشر أماكن ارتباط، لذلك يعتبر كلش فعال
بمواجهة الانفيدرز البكتيريا والفيروسز. مع ذلك فنسبة الاي جي ام هي قليلة جدا يعني مقارنة بنسبة الاي جي جي. زين، فنقدر نفتهم يعني بشكل منطقي انه بحالة الاكيوت انفكشن، حالة العدوى من بعدها هستوها صايرة، يعني مثلا واحد انصاب بفد بكتيريا معينة البارحة، واحد لا سمح الله انصاب بكورونا اليوم، بهالحالة منو راح يكون موجود ويواجه هاي العدوى؟ راح يكون الاي جي ام، لان هو كلش فعال بمواجهة الانفيدرز، فاول واحد راح يتفاعل هو الاي جي ام. بس لما تعبر فترة اسبوعين ثلاثة من الاصابة من العدوى، هنا راح يكون الاي جي جي هو المسؤول عن حماية الجسم. فلما شخص ينصاب شلون يصير عنده مناعة ضد فيروس كورونا مثلا لفترة محددة؟ انه الجسم راح يكون اي جي جي مختصة الفيروس كورونا، تبقى بالدم فترة معينة وهي اللي تحافظ على المناعة لفترة طويلة. فبالحالة الاكيوت بحالة اول ما ينصاب الشخص، الاي جي ام هو اللي يتواجد ويحمي الجسم، الاي جي جي يكون بعد عدة اسابيع هو المسؤول عن يبقي مناعة ضد الفيروس او البكتيريا لفترة طويلة. هذا التركيب مع الاجسام المضادة المختلفة، قلنا احنا اغلبها متكونة من 2 light و 2 heavy chains. مثلا نشوف الاي جي جي والاي جي اي والاي جي دي، ثلاثتهم متكونين من 2 light و 2 heavy chains. الجزء الصغير الفوق هو variable portions مع كل وحدة، هذا variable portion، والباقي هو constant portion. بينما نلاحظ الاي جي ام هنا متكون من 10 light و 10 heavy chains. زين، والاي جي اي هذا يكون بشكل يعني متكون يعني بشكل جزيئتين مرتبطات مع بعضهم، فيكون متكون من 4 light و 4 heavy chains. شلون تشتغل الانتيبوديز؟ ميكانيزمز اوف اكشن اوف انتيبوديز. الانتيبوديز تشتغل بشكل اساسي بطريقتين مهمات حتى تحمي الجسم من الانفيدنج ايجنتس، من الجسيم او الجزيء اللي يريد يقتحم الجسم. شنو ذن الطريقتين؟ باي دايركت اتاك اون ذا انفيدر، دايركت اتاك تهجم بشكل مباشر على الانفيدر. الثاني باي اكتيفيشن اوف ذا كومبلمنت سيستم، باي اكتيفيشن اوف ذا كومبلمنت سيستم اللي حكينا عليه، اللي هو في السيستم يشتغل بالتوازي مع الانتيبوديز حتى يهجم على الانفيدرز البكتيريا والفيروسز ويحمي الجسم منها. That then has multiple means of its own of destroying the invaders. مثل ما قلنا عنده الـ complement system عدة طرق حتى يقضي على البكتيريا والفيروسز اللي تدخل إلى داخل الجسم. فلذلك شنو الميكانيزم of action of antibodies؟ هنا تو، إما direct attack of the antibody أو activation of complement system. قلنا قبل شوية إنه ال variable portions مع light وال heavy chains اثنيناتهم مختصة إنه تكون مختلفة من كل أنتيجين، من أنتيجين إلى أنتيجين آخر. فمنطقيا شلون راح يصير ال antibody specific لأنتيجين معين، مخصص الانتيجين معين؟ عن طريق انه يتغير تركيب الامينو اسيدز باللايت والهيفي تشينز، بالفاريبل بورشن مع اللايت والهيفي تشينز. لذلك اقول لك شنو السبب، اذا سالك سبب تقول بسبب اليونيك ستراكتشرال اورجانيزيشن اوف ذا امينو اسيدز ان ذا فاريبل بورشنز اوف بوث ذا لايت اند هيفي تشين. هذا سبب انه الانتيبودي يكون سبيسيفيكلي للانتيجين. الامينو اسيد اورجانيزيشن، ترتيب الامينو اسيد، تركيب تكوين الامينو اسيد باللايت والهيفي تشين، عند ديفرنت ستيريك شيبس فور ايتش انتيجين سبيسيفيتي، راح ياخذ في التركيب او ترتيب معين مال جزيئات يختلف من انتيجين الى انتيجين اخر، بحيث يكون الانتيبودي سبيسيفيك لهذا الانتيجين. لذلك لما يجي هذا الانتيجين
ويصير على ارتباط بهذا الانتيبادي، اكو عدة اجزاء من الانتيجين راح تكون فت يعني قاعدة بشكل مباشر او بشكل مناسب، يعني كأنه عندنا ميرور ايمج، يعني وحدة تطبق على الثانية، الجزء من الانتيجين والجزء من الانتيبادي، لذلك تسوي لنا رابيد اند تايت بوندينج، يعني ارتباط قوي وسريع، لان اكو ترتيب معين مخصص بالضبط هذا الانتيجين. ان اذا اوضح لكم اياها ببساطه شنو معناها، مثلا الانتيجين اللي دا اسوي انتي ودي ضده شكله مثلث، اوكي، فالانتي بدي راح يخلي بي جزء يعني بالحافه مال جزيئه مالته مكان يكون يقبل هذا المثلث، يعني شلون كانه مكان بيخسفه بشكل مثلث، يجي الانتيجين يقعد بهذا المثلث اللي صاير بالانتي بدي، فيكون فيت قاعد عدل بهذا المثلث، لذلك راح يصير رابيد اند تايت بوندينج، ارتباط قوي وسريع بين الانتيجين والانتي بدي. لما الانتي بدي يكون هايلي سبيسيفيك، كلش سبيسيفيك، كلش محدد بهذا الانتيجين، بهذا الانتيجين، بحيث ما يسوي اي تفاعل او اي رياكشن اذا اجى انتيجين ثاني، ايش راح يصير؟ there are so many bonding sites، اكو اماكن ارتباط هوايه بين الانتيجين والانتيبادي، اماكن ارتباط اللي قلنا عليها مثلا قبل شويه، يعني مو بس مثلث واحد، اكو جهه بها مثلث، جهه بها مربع يقعد على مكان مخصص لهذا المربع بالانتيبادي، وهكذا. لذلك بهالحاله لما يكون الانتيبادي هايلي سبيسيفيك راح يكون عندنا so many bonding sites، اماكن ارتباط كبيره، يعني عدد كبير جدا، لذلك الانتيجين انتيبادي كوبلينج از اكسيدنلي سترونج، يعني كلش قوي الارتباط مالتهم راح يكون كلش قوي، وبالتالي فالاميو رياكشن التفاعل المناعي ايضا راح يكون كلش قوي، فلذلك كل ما كانت الانتيبادي هايلي سبيسيفيك كل ما افضل. زين هسه نحكي على الكلاسز اوف انتيباديز، الكلاسات مال الانتيباديز شلون تتقسم الانتيباديز. عندنا بشكل عام 5 جنرال كلاسز اوف انتيباديز، خمس كلاسز مال انتيباديز. شنو اسماء هاي؟ هسه نجي على جزء من الاكوايرد اميونيتي اللي هو الانتيباديز، الاجسام المضاده. الانتيباديز هي جاما جلوبيولينز، جلوبيولينز هي نوع من البروتينات اللي موجوده بالدم، تتقسم الى عده اقسام منها الجاما، جاما جلوبيولينز، نسمي الانتيباديز نسميها اميونو جلوبيولينز، اميونو من المناعه، الجلوبيولينز من نوعها كونها بروتينز من نوع الجلوبيولين، نختصرها على شكل اي جي. الموليكولار ويت وزنها الجزيئي هو بين 160 الى 970 دالتون. عادة الاميونوغلوبيولينز تكون 20% من البلازما بروتينز، البلازما بروتينز كلها 20% منها هي شنو؟ هي اميونوغلوبيولينز. الاميونوغلوبيولينز من شنو متكونة؟ كلها متكونة من خليط من لايت تشينز و هيفي تشينز، بوليبيبتايد تشينز، يعني سلسلة مع الأحماض أمينية، واحدة خفيفة وواحدة هيفي تكون يعني أكبر. معظم الاميونوغلوبيولينز متكونة من شنو؟ يعني من اثنين لايت واثنين هيفي تشينز، بس أكو اميونوغلوبيولينز مثال عليها هو الاي جي ام، بس ناخذ الكلاسات ونعرف شنو الاي جي ام، متكون من 10 هيفي و 10 لايت تشينز، لذلك راح يكون هذا هاي مولكيولر ويت. اوكي، المغلبيه متكونه من 2 لايت و 2 هيفي تشينز، بس ما عدا اكو بعضها مثل الاي جي ام متكون من 10 لايت و 10 هيفي، لذلك يصير المولكيولر ويت مالته هاي. هسه احكي لنا على المخطط اللي راح نشوفه جوا، هذا المخطط.
شوف هذا مثال على الاميونوغلوبولينز بشكل عام. عندنا تو لايت تشينز اللي هنا ذن الصغار هاي وهاي، وعندنا تو هيفي تشينز اللي هي هاي وهاي. اللايت تشين والهيفي تشين اثنيناتهم متكونين من جزئين، الجزء الفوق اللي مؤشر بالدائرة، هذا الجزء اللي مؤشر بالدائرة نسميه الفاريبل ريجين، المنطقة المتغيرة او الفاريبل بورشن. الباقي مال الاميونوغلوبولين اللي ما مؤشر بالدائرة نسميه الكونستانت بورشن او الكونستانت ريجين، المنطقة الثابتة. زين شنو الفرق ذني؟ الفاريبل ريجين هي يعني تختلف من الانتيبوديز اللي خاص بانتيجين الى انتيبودي خاص بانتيجين اخر. شنو يعني هذا الحكي؟ يعني عندنا فد انتيبودي صار تكون، اما اكو انتيبودي خاص بفيروس الانفلونزا، الفاريبل ريجين مال هذا الفيروس راح تكون مختلف، مال هذا الانتيبودي راح تكون مختلفه عن الفاريبل ريجين مال الانتيبودي اللي هو صار عندما تعرض الجسم لفيروس كورونا، واثنيناتهم راح يكونون مختلفين لما تكون يعني الجسم سوى انتيبوديز لما نتعرض الى فد بكتيريا معينه. فالفاريبل ريجين يختلف باختلاف المضاد اللي هو الانتيجين. احنا مو عندنا الانتيبودي جسم المضاد، الجسم المضاد والانتيجين هو المضاد، المضاد يعني اللي يتكون ضد الانتيجين الانتيبودي. فالفاريبل ريجن خاص بمن؟ خاص بالانتيجين، يختلف من انتيجين الى اخر. زين قلنا احنا الفاريبل بورشن اتاتش سبيسيفيكالي تو ا بارتيكولار تايب اوف انتيجين. زين الجزء الكونستانت الثابت بور، الجزء الثابت كونستانت بورشن شنو فائدته؟ هذا يحدد الخصائص الفيزيولوجية والكيميائية للانتيبادي. مثلا شنو من هاي الخصائص؟ diffusivity of the antibody in the tissues، شقد ممكن ينتشر هذا الانتيبادي في الانسجة. adherence of the antibodies to specific structures within the tissues، اذا ممكن هذا الانتيبادي يرتبط بفد جزيئات معينة او اجسام معينة ضمن الانسجة. مثلا عندنا الانتيبادي سنجي على كلاسات قلنا اللي نسميه IgA يرتبط بمكانات معينة بالجهاز الهضمي، فهذا عنده قابلية الارتباط. هاي من يحددها؟ يحددها constant portion. فش صار عساعدنا diffusivity of the antibodies in the tissue، adherence of the antibody to specific structures within the tissues، قابلية انه يرتبط بمكونات معينة بالنسيج. attachment to the complex complement complex، واحدة من الوظائف الانتيبوديز هو انه يفعل جهاز او سيستم نسميه الكومبلمنت سيستم. فانه الاتاتشمنت او الاتصال بهذا السيستم وهذه الجزيئات ايضا تعتمد على الكونستانت بورشن. سهولة دخول الانتيبوديز هاي خلال الممبرينز مثل السيل ممبرين. the ease with which antibodies pass through the membranes، هذا ايضا معتمد على constant region. and other biological properties of the antibody، وعدة خصائص اخرى. فهسه ذني اربع نقاط نعيدهن. الديفيوز من اللي معتمدة على constant portion of the antibody structure هي diffusivity of the antibody in the tissues، انتشارهم بالانسجة. adherence of the antibody to specific structures within the tissues، قابلية ارتباطهم بجزيئات معينة بالانسجة. attachment to the complement complex، قابلية انه ترتبط بالcomplement. و the ease with which the antibodies pass through the membranes، سهولة انه تمر خلال الممبرينز. واخيرا هي other biological، اشياء اخرى. افتهمنا هسه متكون من تو، معظم الانتيجينز متكونة من تو لايت and تو هيفي chains. كل لايت وكل هيفي تشين بها variable portion،
الفاريبل بورشن تتغير باختلاف الانتيجين المضاد، وتكون بيها تركيب معين خاص بكل انتيجين. الكونستانت بورشن هي ثابته ما لها علاقه بالانتيجين، تختلف من شنو؟ تختلف من كلاس الى كلاس. وها يعني مثلا الاي جي ام عن الاي جي جي يختلف الكونستانت بورشن، وقلنا الكونستانت بورشن مسؤوله عن بعض الخصائص البيولوجيه اللي حكيناها قبل شويه. specificity of the antibodies، خصوصية الانتيبودي شلون يصير خاص بجزء معين بجسم معين، شلون يصير خاص ببكتيريا معينة. each antibody is specific for particular antigen، كل انتيبودي هو مختص بجسم مضاد محدد. شلون هذا راح يصير؟ This is caused by its unique structural organization of the amino acids in the variable portions. هسه